اخبار كتير جدا مهمه على مختلف الاصعده هنتكلم فيها على مدار حلقه اليوم، لكن خلينا في البدايه نقول اهم وابرز مباريات اليوم في مختلف دوريات العالم. طبيعي جدا نبتدي بابرز دوري وهو الدوري الانجليزي. النهارده في عدد من المباريات وختام الجوله الخامسه من هذه المسابقه المميزه جدا. مباراتين لسه خلصانين من دقائق معدودة جدا، ابتدوا في تمام الساعة 3 عصرا. أول مباراة كانت ما بين برايتون وليستر سيتي، برايتون قدر أنه يكسب على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 2-1 بعد ما كان متقدم كمان بنتيجة 2-0، لكن فاردي قلص الفارق. أما بخصوص أحد أبرز مباريات الجولة وكانت مباراة مثيرة جدا جدا، هي مباراة ويستام يونايتد مع مانشستر يونايتد. طبعا كلنا متوقعين ممكن مين يكون أحرز الأهداف، مفيش غيره بالنسبة لمانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو جاب هدف التعادل بعد 5 دقائق من تقدم ويستام بهدف مقابل لا شيء. مباراة كانت مثيرة جدا، حتى دقائقها الأخيرة شهدت قمة الإثارة والمتعة. قدر خيسي لينجرد طبعا البديل اللي نزل مكان ماسون جرينوود ان هو يحرز هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقه 89، وكانت المباراه خلاص قربت تخلص زي ما هي خلصت كده، لكن في الدقيقه 93 من الوقت بدل الضايع تم احتساب ضربه جزاء لفريق ويستام، فحصل تبديل على طول. مويس المدير الفني لويستام راح منزل مارك نوبل عشان يشوط ضربه الجزاء دي، هو نازل يشوط ضربه الجزاء مكان باون، قدر ان هو ينزل وجاي يشوط ضربه الجزاء، تالق وتفوق دخية وصد ضربه الجزاء في الدقيقه 95 بعد انتهاء الوقت الاصلي. طبعا قمه الاثاره والمتعه في هذه المباراه عشان تنتهي المباراه بفوز مانشستر يونايتد بنتيجه 2-1 و3 نقاط جديده في رصيده في اطار المنافسه القويه والمحتدمه على بطوله الدوري الانجليزي ما بين عدد من الانديه ابرزهم تشيلسي، ليفربول، مانشستر يونايتد، اعتقد هيخشوا برضه في سباق مانشستر سيتي يعني. فده فيما يتعلق بأول مباراتين اتلعبوا في الدوري الإنجليزي النهاردة. ناقص مباراة واحدة هتبتدي كمان نص ساعة من دلوقتي، وهي مباراة توتنهام وتشيلسي، وهي قمة هذه الجولة الخامسة على ملعب توتنهام، فمباراة أكيد هتكون في قمة الإثارة أيضا. ده بخصوص الدوري الإنجليزي. أما بخصوص الدوري الأسباني فالنهاردة في عدد أيضا من المباريات. ريال مايوركا لعب الساعة 2 الظهر مع فيا ريال، ومباراة انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. 4:15 كانت مباراة ريال سوسيداد مع إشبيلية، ما زال التعادل السلبي بدون أهداف، والشوط الثاني على وشك الانطلاق ما بين الفرقتين. أما الساعة 6:30 مساء فهي مباراة ريال بيتيس مع إسبانيول، والساعة 9 بالليل مباراة السهرة في الدوري الأسباني ما بين فالنسيا وريال مدريد، مباراة قوية جدا جدا. أما بخصوص الدوري الإيطالي فالنهاردة في الدوري الإيطالي في أيضا عدد من المباريات، ابتدوا الساعة 12:30 بمباراة إمبلي مع سامبدوريا، سامبدوريا قدر أن هو يفوز بنتيجة 3-0. المباراة الثانية اللي ابتدت الساعة 3 العصر ما بين فينيسيا مع سبيزيا، دي مباراة انتهت بفوز سبيزيا بنتيجة 2-1. أما مباراتي الساعة 6 ما بين هيلاس فيرونا مع روما ولاتسيو مع كالياري، مباراتين جامدين برضو. أما المباراة الأخيرة وهي قمة الجولة في الدوري الإيطالي وهي قمة البطولة كلها، هي مباراة اليوفي مع ميلان في تمام الساعة 9:45. أما فيما يتعلق بالدوري الألماني النهاردة مباراة بتهمنا جدا، وهي مباراة شتوتغارت مع بايرن ليفركوزن، مباراة ابتدت الساعة 3:30. نجمنا المصري المنضم حديثا لمنتخبنا الوطني لأول مرة بعد استدعائه عمر مرموش ابتدى المباراة مع شتوتغارت، وأحد أبرز اللاعبين بيتألقوا في صفوف شتوتغارت. بالمناسبة شتوتغارت لعب ليه قبل كده أحمد صلاح حسني نجمنا المصري الشهير، واللي هو دلوقتي طبعا فنان وممثل مميز، فالتاني لاعب مصري يلعب لهذا الفريق هو عمر مرموش، نتمنى له كل التوفيق، لكن هم حتى الآن خسرانين بنتيجة 3-1. أما مباراة الساعة 5:30 بورسيا دورتموند مع يونيون برلين، دي مباراة أيضا قوية، والساعة 7:30 بالليل مباراة فولفسبورغ مع انتراخت فرانكفورت، دي مباراة أيضا مميزة. واخيرا مباريات الدوري الفرنسي او ابرز مباريات الدوري الفرنسي اليوم، وهي مباراه باريس سان جيرمان وليون، مباراه قويه جدا هتشهد بكل تاكيد مشاركه ميسي لاول مره بشكل اساسي في الدوري الفرنسي بعد ما شارك بشكل اساسي في مباراه الشامبيونز ليج مع فريق باريس سان جيرمان وتعادلوا فيها بنتيجه 1-1، تعادل ايجابي مخيب لامال الفريق وجمهور باريس سان جيرمان.